بفاميلي اليوم معي السيدة تاسولا بسبوس، أخصائية بالتربية المختصة ومستشارة تربوية. موضوعنا اليوم هو عن التعلم المبكر أو early intervention، التدخل المبكر. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. early intervention أو التدخل المبكر، عم نحكي عن شو وعن أي عمر؟ التدخل المبكر هو بأي وقت، بس أكيد بالمرحلة الأولى من حياة الطفل اللي هي كتير مهمة، لأن احنا بنعرف أنه أول 3 سنين من حياته هن بيعطونا إشارات كيف رح يكون البرفورمنس تبعه له بالسنين الأكاديمية بعدين، لأن احنا بنعرف أنه في مهارات لازم يكتسبها بعمر معين، وإذا هالمهارات ما اكتسبها يمكن يصير عنا في كتير جابس وما يقدر يلحق تلميذ اللي بعمره، أما تلميذ اللي بزيت الصف من زيت العمر. نعم، يعني هون عم نحكي لحد أي عمر طبعاً، من صفر ل... تعرفي نحن هلأ نهار السبت كان في كونفرنس، هي كانت نائبة نائبة تبع الحضانات ونائبة أطباء الصحة ونائبة المربين التقويميين، كان هدفها أهمية كيف فينا نلقط المهارات اللي هالتلميذ أما هالولد اللي ما عم يقدر يكتسبها بشكل بسرعة معين اللي هو مثل أصحابه عم يكتسبوها، وقدي الأهمية نتعرف عليها ونبلش نشتغل معه، لأن أكيد هلأ كل تلميذ هو أما كل ولد بيرجع بيلحق، أوقات ما في دراسة بتقول أنا هيدا التلميذ ما عم بيمسك القلم بطريقة مزبوطة، يعني رح يكون عنده مشكلة بالكتابة، ما عم يلقط الرايمينج ووردز، يمكن رح يكون عنده مشكلة في القراءة، بس كمان يمكن يكون عنده. مشان هيك هون الأهمية إنه نبلش نتدخل ونعمل له تحفيز لهيدا الولد بهيدا العمر، لأن بمحيط غني كتير بيقدر يتقدم وبيقدر يلحق أصحابه، وإذا بعدين طلع عنا مشكلة مثلا صعوبة تعلمية بتكون انت عم بتقللي هالمسافة بينه وبين الأشخاص التانيين اللي بذات العمر وبذات الصف. نعم طبعا، نحن هون عم نحكي عن ولد طبيعي. نعم. ما في مشاكل جينية، ما في مشاكل بيولوجية أو طبية. نعم. عم نحكي عن أي تلميذ عنده صعوبات تعلمية، فإن كان كبير عم نرجع نشوف وين كانت الفراغات. نعم. إذا فينا نقول بمسيرته التعلمية، أو إن كان بعده صغير منجرب ما نخلي يكون عنده فراغات. نحن أهم شيء نخلق الوعي بين الأهل، إنه أنا إذا ابني بعمر 3 سنين 4 سنين أكيد إذا أول ولد هو أصعب، لأن الأهل ما عندهم خبرة، إذا عندهم خبرة وعندهم ولد أكبر بيقدروا أوقات يقارنوا. مزبوط، نحن ضد المقارنة، بس بذات الوقت حلو يكونوا الأهل واعيين وما يكونوا in denial إنه أنا لا بكرة بيكتب بكرة بيقرأ بكرة بيو تأخر بالحكي، لا، في milestones، في عنا إشارات، في عنا تشيك ليست بتقول أنا بهذا العمر لازم يعرف 4-5 كلمات، بهذا العمر لازم يكون عم يردد أغنية، بهذا العمر لازم عم يلحق follow instructions بالصف، step واحدة خطوة واحدة أما 2. سو أنا إذا ابني أما بنتي ما كانت منخرطة بهذا جو الصف، إذا كانوا كلهم عم يغنوا وهي عم تعمل شيء تاني أما ابني، لازم في علامة استفهام، خلينا نطرحها ونجرب نساعده. يمكن يكون بده بس محيط غني بالأشياء، التحفيز بالبيت أما بالنيرسريز أما مع أصحابه. نحن بس لنغير فكرة إنه ليه بناخدن على الحضانات على الجاردوريات، إنه خليه يأكل منيح، ما عم يأكل بالبيت، خليه يأكل منيح، بس هاي أول سنين نحن كتير مهمة. لأن هي بتحضره ليقدر يفوت على المدرسة ويكون مكتسب كل البريراكوزيت، يعني كان بالقراءة ولا بالكتابة ولا بالفهم، هول في عنا نحن مهارات يكتسبها قبل ما يقرأ ويكتب، إذا ما اكتسبها وفتنا على الصف بيصير هو أكيد fall behind، ونحن هذا ما بدنا إياه. نحن كأخصائية بس يجي لعنا تلميذ ونبلش نشتغل معه مثلا بالصف الأول أما الثاني، أنا مجبورة أروح على المهارات الأولية اللي هي prerequisite حتى ابني حتى أوصل أنا ليقدر يقرأ ويكتب. إنما في أولاد ما بيروحوا على الحضانة، هل هالشي بيعني حتما إنه هالولد رح يكون عنده نواقص بالنسبة لغيره؟ إذا الأهل واعيين وعم يشتغلوا معه على كل المجالات، يعني نحن بس نحكي على الأشياء الجسدية، يعني نحن عم نروح نلعب بالجنينة، عم نعربش، عم نعمل نشتغل أشياء ذهنية، عم نعمل بلوكس بازلز، عم نسمع أغاني، عم نتعلم مفردات الأمية مضية وقت مع الولد، عم بتحط له بلان. لا أكيد لا، في كتير أهالي عم يعملوا كتير شغل منيح، بس بذات الوقت إذا ما كان موجود وحلو إنه نحطه بالجاردوري، بس بدنا ننتبه بأي حضانات وبأي شو البروغرام اللي عم ينعطاله، وإذا هذا التلميذ ملاحق
انه نحن في عنا بلان، في عنا اوبجكتيفز، اهداف عم نشتغل عليها، هل هو عم يكتسبها وقادر يمشي مع بروجرام الصف؟ وانا برجع بقول مش شغلتنا نعمل لا ليبل ولا شيء، العمر صغير ما بنقدر، قبل 6 سنين ما فينا نحط ليبل، بس بذات الوقت فيها تلفت لنا انتباهنا، فيها تقلنا خلينا نشتغل على هالمرحله اكثر على اللغه تبعوله. وخصوصا انا بحب احكي هون من الناحيه اللغويه، يعني في عنا كثير اهالي بيجوا انه ايه ما انا بي تاخر الاربع سنين لحكي، بس لا ما فينا ننطر لثلاث اربع سنين ليحكي، في عنده مفردات معينه على السنه سنه ونص سنتين ثلاثه بدي انا لحقها، ما بدها تكون هاجس عندي انه انا لا بعد ما حكي لازم يحكي 24 كلمه، حكي بعد 20 بعد في اربعه، ما بدنا نكون هيك، بس بذات الوقت خلينا نعزز هيدي الناحية وخلينا نشوف وننتبه كيف هالمهارات عم يكتسبها ابننا أما بنتنا. رح نحكي أيضا عن الأشياء اللي ما مفروض نعملها. أنا ما بعد ما ناخد هالاتصال. ألو ألو، صباح الخير، عنا اتصال من سحر؟ ما عنا اتصال من سحر. في اشياء يمكن الاهل اوقات هيك بيتغاضوا عنها او بيهملوها او بيفتكروا انه هالموضوع منه كتير مهم، مثلا قلية التواصل، عدم الكلام مع الولد، يمكن ينترك قدام شاشات التلفزيون او اي شاشة كانت. قديه في اشياء ممنوعة كليا او قديه في اشياء مسموحة انما بنسبة كتير صغيرة؟ أنا دايما بشجع الأهل أنه يكون في مثل بروجرام لهذا الولد مثل الكبير، نحن منعود كيف عم نساعده لهذا التلميذ تيكون حياته بعدين، هل هو منظم؟ هل هو في عنده روتين بالبيت؟ أي ساعة بيأكل؟ أي ساعة بيحضر تلفزيون؟ قد الفترة هي 10 دقائق ربع ساعة؟ هل أنا عم بمضي وقت معه؟ هل عم بقرأ معه؟ هل هو في عنده محيط غني بالألعاب الذهنية اللي بتشغل الميموري بتعمل له ستيميليشن لهالدماغ؟ كل شيء هلأ بطل فينا نقول أنه الولد بكرة بيتعلم لوحده، لازم يكون هو exposed، يعني لازم يشوف وهالدماغ يتعلم ويتمرن. بتعرف نحن الدماغ يعني هو كل شيء، قد ما انت بتحفزيه قد ما انت عم بتساعديه ليكتسب من الناحيه القدرات معين، ان كان ذهنيه طريقه structure organized. هلا عم نحكي كثير عن executive functions اللي هن كل الدماغ كيف بيقدر يتحفز، ونقدر نشتغل على الاتنشن، على التركيز، على البروسيسنج سبيد. انا كيف باخذ هالمعلومه نظريا وبحللها دماغي، كيف باخذ هالمعلومه سمعيا ودماغي بحللها، هو الاشياء كثير مهمه. وكيف انا عندي افكار كثيره بس بذات الوقت ما بقدر احطهم باوردر معين سيكوينشال، اللي هيدي المهاره بتقدر تساعدني بعدين انا طريقه درسي كيف بدي ادرسها. سو التدخل المبكر، انا على اول سنين سنه 2 3 4 عم بحط بكادر معين ابني على طريقه معينه بتقدر تساعده، بتقدر تفاديه كثير من مشاكل ثانيه. لان في عندنا تلاميذ نحن بنسميه ستودنت ات ريسك، وفي ستودنت عندهم صعوبات تعلميه. ومثل ما قلت بالاول ما ببين الا اذا في كثير شيء مجار ومبين، بس ما بيتبين. وفي عندنا اولاد بيلحقوا، انا هيدا بدي الفت انتباه الاهل انه في اولاد بيلحقوا صفوفهم وبيلحقوا كل هالمهارات اللي ما اكتسبوها، بس في اولاد كمان ما بيلحقوا. يعني العقل هو قد ايه بتشغلي قد ايه بيشتغل اكثر، انما اذا وقفتي تشغيله تحفيز ممكن كمان يصير كسول. اذا فينا نقول أكيد. ومن هون بتخف يمكن قدراته، بتخف عمل العصب اللي بقلبه اكيد. مزبوط. فكل ما يمكن اشتغلنا اكثر مع الاولاد كل ما كانت كل الدماغ ما يكون محفز، كل ما انا عم بعطيه عم خليه يكتسب مهارات هي بريكوزيت لحياته التعلميه بعدين، انا عم ساعده. التحفيز كثير مهم، وكل شيء حسي ذهني كثير مهم. يعني انا مزبوط ما فيني ضلني اعطي ليكتشر للصبي اذا ما اكتشف واشتغل بايده وما قدر عبر، يعني كمان في عندك يقدر يعبر لك هو شو عم يعمل. هيدي الاويرنس، انا بس كون واعيه للطريقه شو عم بعمل، انا عم باخذ اشياء كثير صغيره حتى بالصف الاول. اما اذا كيف بده يعمل مساله حسابيه لازم تساليه كيف بدك تعملها، اذا هو ما قدر يخبرك هو شو عم بيعمل اول شيء ثاني شيء، يعني هالمعلومه اما هالتعلم تبعوله منه مكتسب 100%. نعم. قد ايه الحواس
مهمين، يعني قد ايه انه يشتغل بايده، يسمع مثل ما تفضلتي وقلتي، يشم، يدوق، يعني كل هالاشياء هاي مهمه كثير للولد. مهمه لان الليرنينج ستايلز يعني كل واحد بيتعلم بطريقه مختلفه، بقى نحن مسؤوليتنا لازم يكون هو معرض لكل هالوسائل اللي كانت شفهيه ولا نظريه ولا بصريه ولا تكتل ولا الموتور تبعوله، جسمه كيف عم بيحركه حتى يقدر يتعلم. انا بدي اوصل له اياها هالمعلومه، مشان هيك ما فينا نحن نعتمد طريقه واحده بصفوف صغيره كثير بالعمر سنتين وثلاثه واربعه انه هو هيك رح يعرف، يمكن لا بده يلعب يعمل اللتر معين، يمكن يستعمل جسمه ليكتسب مهارة معينة. كتير مهم الحواس، السنسري كتير مهم، وحتى نحن يعني أوقات في عندي كولاد أنه ما بيحبوا أكلي أما هيك، هذه كلها عوارض ساينز، يعني الولد لازم يتعود على كل هالقول عم يكتسبهم، وكل شيء أشياء سنسري، يعني إذا في شيء قطن مثلا ما بيقدر يدقره ولا شيء كتير خشن ما بيقدر يدقره. شو معناتهم هولي؟ شو معناتهم؟ سؤال كثير مهم، لان في كثير تلاميذ عنا اياهم وهي يمكن تكون ساينز، اوكي، ليقدر تقدر توقف بطريق تعلمه، لان الولد لازم يكون مختبر كل هالاشياء ومعرض لها ويجربها حتى يقدر يتعود عليها، حتى يقدر يكتسب هالمعلومه بغير الطرق. معناتها يمكن في اشياء عم بتوقفه بمحل معين، قد ايه كلمه لا ممكن تكون مضرة لولد؟ يعني إذا هالولد عم بيجرب يكتشف غرض معين، عم يجرب يكتشف حواس معينة ومنعتي عن هالموضوع، وكان في لا متكررة، لا متكررة يعني أنا قلت له أنت عم تعمله مش منيح، حتى خليته يحس انه هو شخصيته لازم تكون ضعيفه ويستسلم، انه انا عم يمنعوني اعمل الشغله، انا لكن انا اللي عم بعمله مش مزبوط، انا ما فيني تو اكسبلور، ما فيني فتش والعب واقدر اتعرف على الاشياء، هيدي انا هيك عم فسر له انه هيك الحياه، لازم انت تكون سبمسيف، شو ما بيقولوا لك لازم تتقبل، وما فيك تعمل شيء قبل ما انت تسأل، وما لازم تكتشف لوحدك. انا هون عم بحد من هيدي الناحيه، من طريقه هو تعرف المبادرة. روح المبادره وروح التعرف على الاشياء اللي حواليه ويكتشفها لوحده. طبعا يعني وكأنك عم بتوقفي مش بس هو صغير، يعني يمكن هون التوعيه هي انه هالاشياء اللي بتبلش عن صغر هي ذاتها اللي رح تكمل بعدين على كبر. انا عم بشتغل على شخصيته اكيد، من عمره سنتين ثلاثه انا عم بشتغل على شخصيته حسب انا كيف عم بتعامل معه، عم بعطيه هنتس، عم بعطيه اشارات كيف هو لازم يتصرف بعدين، وكيف هو بيتعرف على الحياة، لأن هو المجتمع الصغير أول شيء بعائلته، بعدين المجتمع الأكبر بالحضانات، وبعدين بالمدرسة، بهيك كيف طريقة هو عم يقدر يشوف المجتمع حواليه، أكيد أنا عم بعوده من عمر كتير صغير. السيدة تاسولا بسبوس، شكرا لهالمعلومات القيمة، طار الوقت معك، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا لحظات قليلة ومنتابع MTV Alive.